تماماً الله. ونواصل العالم من بي بي سي ونعود إلى خبرنا الرئيسي لليوم التالي على التوالي. لا يزال الآلاف من المطاردين المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة متجهين حضرة الإخوان ومطالبين بإعادة رئيس الوزراء حسني مبارك. ورئيس الوزراء قد سلم رئيس وزرائه الجديد عبد الشقيق لتحقيق المزيد من الديمقراطية من خلال الحوار مع المعارضة وإعادة الثقة بين الشعوب. على الاطلاق هذه العوده جزئيه تماما، يعني عوده متفرقه بين، يعني انا حتى الان خلال الجوله التي كنت بها منذ ساعات رايت جندي جاي الشرطه فردين فقط من افراد الشرطه بجانب احدى المستشفيات الواقعه في منطقه العجوزه، اما المناطق الاخرى فلا ترى اي من افراد الشرطه. واضح تماما ان حتى يعني الكثير، يعني انا تابعت القناه الرسميه المصريه، ربما هي هذه الوسيله لمعرفه ما يحدث في ظل عدم